خبرينا هلا شوي عن هالوصفه هي الحلوه okay. اللي يمكن سميت باسم ملصوقه لسبب معين. العجينه اللي موجوده yeah. فيها العجينه هذه احنا نسميوها ملصوقه، اللي هي تكون بالشكل هذا، نعملوا بها البريك ولا نفس السمبوسه عندكم، هي مثل عجينه السمبوسه او حتى ممكن كبديل عنا اللي هي الفيلو بيست تبع البقلاوه. اي بالضبط، العجينه الرقيقه يعني بحسوها نفس الشيء okay. الحاجه اللي يميزها هما مكوناتها يعني هي عباره على خليط من عنا لهنا العظم عظم عظم شايفه بيت صراحه بس بالضبط البيت. انت عم تتحدي الكلمات اللي عندي القاموس. هو لازم تتعلم تونسي. عندنا عظم ني وعظم مسلوق بالضبط ايوه، وعندنا حتى بالملصوق بالملصوقه وعندنا هنا جبن مفروم مبشور، عندنا زيتون، فما شكون يعملها بالدجاج، يكون دجاج مطبوخ ويعني فتفتو، والا بالتونه انت الحابه. التونه يمكن اذا بدنا اياها اسرع انه فينا نجيب البتونه ونصفيها ونستعملها بالضبط. وعندنا هنا معدنوس، شو اسمه؟ بقدونس. انا المترجم الرسمي لحلقة اليوم. والملح والفلفل الاسود كبهارات. طيب.